السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخشي الأوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي من كتاب منهل النشاط العلمي. إذا غادي نشوفوا التكاثر اللاجنسي لدى النباتات صفحة 54. إذن دائما قلنا غادي نشوفو دائما في تكاثر النباتات لا ملتيبليكاسيون دي فيجيتو غادي نشوفو التكاثر اللاجنسي لدى النباتات ولا التكاثر تيتسمى التكاثر اللاجنسي ولا التكاثر الخضري. إذن لا ملتيبليكاسيون اسيكسيي ولا فيجيتاتيف دي بلونت. إذن الهدف من هذا الدرس هذا هو أتعرف بعض طرق التكاثر اللاجنسي ولا الخضري لدى النباتات. إذن ديكخير هو أو نوصفو لا ملتيبليكاسيون هي تكاثر أسيكسيي لا جنسي ولا فيجيتاتيف شي لي بلونت. إذا غادي نمشيو لألاحظ ولا جوبسيرف. لاحظت هند بستاني المدرسة يقوم بعملية دفن غصن شجرة وتثبيته بالتربة فتساءلت عن السبب. إذا اكتب سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي. غادي نحاولوا نطرحوا السؤال ديالنا ولا نحاولوا نكتبوا السؤال ديالنا ديال التقصي انطلاقا من هذه الملاحظه وانطلاقا من الهدف انطلاقا من العنوان. اذا غادي نحاولوا نصيغوا السؤال ديالنا ديال التقصي ونصيغوا الفرضيات ديالنا. اذا كما لاحظتوا بان السؤال التقصي غادي يكون على الشكل التالي: ما هي طرق التكاثر اللاجنسي لدى النباتات؟ ما هي طرق التكاثر اللاجنسي لدى النباتات؟ إذا كجواب على هذا السؤال إذا غادي نبينو من أبرز طرق التكاثر اللاجنسي ولا الخضري لدى النباتات. نجد هناك الترقيد والافتسال التطعيم أو زرع الدرنات أو البصلات أو الجدامير. إذا هذا كجواب على السؤال ديالنا ديال التقصي وهو اللي غادي نشوفه في الدرس في التتمة ديال الدرس في أتحقق. ومن بعد غادي نشوفوا الخلاصه ديالنا ولا جوغوتيان ديالنا وغادي نشوفوا ان شاء الله نحاولوا نخدموا وطبق يعني نطبقوا داكشي اللي شفنا ونحاولوا نخدموا وطبق ديالنا. اذا كما تلاحظوا في هذا اتحقق جو فيغيفي. اذا قال لك ولاحظ صور ورسوم الوثيقه واحد. اذا هذه هي الوثيقه واحد لاتعرف تقنيات يقوم بها البستاني لاكثار النباتات حفاظا على صفاتها المميزه واعبر شفهيا. إذا حاجة ثانية أتعرف أهمية التكاثر الخضري وفوائده بالكشف عن الدخيل من بين الاقتراحات التالية بوضع علامة في الخانة المناسبة. إذا شنو هما الاقتراحات ولا أول حاجة غادي نشوفوا الوثيقة هذه وغادي نشوفوا شنو هما الصفات شنو بماذا يقوم البستاني لإكثار النباتات حفاظا على صفاته المتميزة. أول حاجة تيقوم ناخذ مثال ديال تطعيم الزيتون. حنا كنقولو تيلقم الزيتون. إذا هو تطعيم الزيتون شنو تناخدو شنو تيتخاد تياخد واحد الطعم. شنو هو الطعم هذا؟ يعني واحد الطرف اللي يكون فيه كما تلاحظو تيكون فيه دي بورجون يعني البراعم تنديرو تنفلحو بحال هكدا شي طرف ديال الشجر الزيتون وتنديروه وسط منها وتنحاولو نشدوه بهكذا بخيط ولا تندورو عليه شي حاجة باش نزيروه مزيان باش يشد بلاصتو تما. مع المدة غادي نلاحظو بأن هداك الجدر غادي ينمو وغادي يطلع لينا إذا ديك الزيتونة غادي تكبر. الحاجة الثانية هو زرع فص الثوم. إذا تنزرعو الفص ديال الثوم ولا كيما تلاحظو بحال هكذا ولا البصل. إذا تنزرعوه في الأرض باش يعطينا شنو تيعطينا؟ تيعطينا الثوم ولا تيعطينا البصل بزاف ديال البصل ولا بزاف ديال الثوم. الحاجة الثالثة هو الافتسال افتسال الفراولة. إذا كما تلاحظوا تنحاولوا ناخذوا شي طرف تنخليوه اللي يعني مربوط مع هذاك. إذا شي طرف بحال هذا تنشدوه وتنخشيوه في التربة ونشدو الطرف الآخر عاوتاني نخشيوه في التربة. إذا هو تيتكاثر يتم التكاثر ديالو هذا تيتسمى افتسال.
الحاجه الرابعه هو زرع جذور النعناع. تناخذوا كما شفتوا شي طرف ديال النعناع هكا اللي تيكونوا فيه البراعم بزاف، واخا تيكون ما فيهش الوراق تيكونوا فيه غير البراعم، البلاصه منين كان تيخرجوا داك الوراق، وتنديروه في التربه تنزرعوه، تيتسمى جذور ديال النعناع ولا غيزوم. اذا تنزرعوه في التربه ومن بعد هو تيكبر وتيعطينا النعناع بزاف. ترقيد غصن تين، اذا الترقيد تنشدوا واحد الغصن ديال التين تنديروا ليه الترقيد بهذا الشكل، تنزرعوه ونديروا ليه الترقيد وهو تيكبر، اذا تيتسمى الترقيد. وزرع درنة بطاطس، اذا درنة هو هذيك البطاطا اللي تكون ملقحة، اذا زرع درنة بطاطس، اذا تنزرعوها في الارض وتتكبر بهذا الشكل وتعطينا بزاف ديال البطاطس. اذا نمشيو للسؤال الثاني، قالك اتعرف اهميه التكاثر الخضري وفوائده بالكشف عن الدخيل من بين. اذا شنو هي اهميه التكاثر؟ شنو كنلقاو؟ كنلقاو سرعه كبيره في التكاثر والانتشار، يعني كاين سرعه، استقرار مميزات النوع وجهوداته، يعني داك النوع هذاك تيستقر وتنحسو بالجوده ديالو، تحسين تنوع السلاله، اذا هذه كلمه دخيله، ما تنحسنوش بتنوع السلاله، بالعكس نحافظ على استقرار مميزات النوع وجودته، والزياده في الانتاج والمردود، يعني في كل ما كان التكاثر والانتشار بزاف كل ما تزيد لنا الزياده في الانتاج والمردود. اذا الحاجه الدخيله هنايا هو تحسين تنوع السلاله، اذا غادي نديرو علامه فيها بهذا الشكل. نمر الى السؤال الثالث، قالك جو بلاس لي لتر دو دوكيمون اون chacune dans une case du tableau pour distinguer les techniques de multiplication végétative. غادي نحاولوا كيما شفتوا عندنا ا و ب و س و د و او اف، غادي نحاولوا نكلاسيوهم في هذا الجدول هذا. اذا اول حاجه قالك ميتر اون غوس او ان وانيون اونيون بلوتو ميتر اون غوس او اون ان اونيون دون لو سول اي ليغيغي. اذا نضعوا اما واحد الفص ولا واحد البصل في التربه ونسقيه، اذا شنو هو؟ هو هذا زرع فص التوم، اذا بي. اذا الحاجه الثانيه كوبي، اذا نبقاو في هذا الجدول هذا، كوبي ان مورسو دو برونش بارفو بورفو دو بورجون، اذا تنقطعوا واحد الطرف ديال الغصن اللي يكون فيه دي بورجون اللي يكونوا فيه البراعم، وتنديروه لو بلاسي دون لا فونت دو لا برونش، وتنديروه في واحد الجذع، يعني في واحد الثقبه ديال الجذع تنكونوا دايرينها دا نوتر ارب اي لاطاشي ديال واحد الشجره واحده اخرى وتنزيروه. اذا شنو هو؟ هو هذا التطعيم ديال الزيتون كما درنا هنايا. اذا ا الحاجه الثالثه بروندر اون بارتي دان غيزوم، ناخذ طرف ديال واحد الجدمور، اذا جدمور افيك بورجون جودمور اللي يكون عنده يكون فيه بورعوم، وتنخشيوه لون فونسي وتنخشيوه في التربه، اذا هو زرع جودمور ديال النعناع هو الدي. اذا انا تنحاول ندير لكم الترجمه بالعربيه باش تحاولوا تفهموا مزيان. اذا بالنسبه لهادي ان بروند غلاتيج سو تيرين جيرمي دو لا بلونت اي لا سيمي، اذا تناخذوا الغصن اللي تيكون فيه البراعم وتنديروه وتنزرعوه اذا هو هذا ديال ترقيد غصن تين. اذا تناخذوا غصن تنزرعوه بحال هكذا باش من بعد تيكبر لينا. نمشيو لهنا هنايا، قالك اونفونسي اون برونش رومبونت، اذا شنو تنديرو؟ تنحاولوا نخشيو واحد الغصن اللي تيكون يعني تيكون خارج من داك الشجره ولا من داك اذا ولا من داك النبته، تنحاولوا يعني بلا ما نقطعوه تيكون يعني باقي هو لاصق في النبته، وتنخشيوه في الارض وتنفيكسيوه يعني تنثبتوه. من بعد فاش يبقى يتطور تنحاولوا نفصلوه على النبته الام اللي كان، اذا فاش بحال هكا هي السي، اذا تنحاولوا نزرعوه في الارض وفاش يبقى يتطور تنحسو به بان بدا يتطور بوحديتو تنفصلوه على النبته الام تنخليوه يكبر بوحديتو. واخر وحده هي كوبي ان مورسون دو برونش بورفو دو بورجون اي لو بلونتي دون لو سول، اذا تنحاولوا نقطعوا واحد الطرف ديال واحد الغصن اللي يكون فيه البرعوم ونحاولوا نزرعوه في الارض. مثال ديال درناس بطاطس، يعني خدينا واحد البطاطا اللي فيها
بورجون فيها البراعم وزرعناها في الأرض وهي عطتنا بزاف ديال البطاطا. إذا نمر إلى جوغوتيان ولا أستخلص. إذا التكاثر الخضري أو اللاجنسي لدى النباتات شائع ويتم عبر عدة طرق كالترقيد أو الابتسال أو التطعيم أو زرع الدرنات أو البصلات أو الجدامير. أعيد، التكاثر الخضري أو اللاجنسي لدى النباتات شائع ويتم عبر عدة طرق كالترقيد أو الابتسال أو التطعيم أو زرع الدرنات أو البصلات أو الجدامير. بالفرنسية، la multiplication des plantes de façon asexuée ou végétative est très répandue. Elle se fait par bouturage, au marcottage, au greffage, ou par plantation de tubercules, au bulbe, au rhizome. Je répète, Oïd. La multiplication des plantes de façon asexuée ou végétative est très répandue. Elle se fait par bouturage, au marcottage, au greffage, ou par plantation de tubercules, au bulbe, au rhizome. نمر إلى التطبيق. السؤال الأول قالك التكاثر الخضري يزيد من سرعة انتشار النباتات. نعم، إذن هذه الجملة التي كتبها تلميذ صحيحة. نعم ولا لا؟ نعم صحيحة. سؤال ثاني، أقارن على شكل جدول التوالد الجنسي مع التكاثر الخضري في دفتر التقصي. إذا بالنسبة لهنايا غادي تحاولوا ديروا واحد المقارنة بين التوالد الجنسي مع التكاثر الخضري. إذا شنو هو التوالد الجنسي؟ شنو تيكون فيه؟ يعني ضرورة يكون عندنا أنثى وذكر. بالنسبة للتكاثر الخضري شنو تناخدو فيه؟ إذا تنديرو فيه كنا إما الابتسال ولا الترقيد ولا زرع الدرنات ولا الجدامير. إذا هادو بعض الأمثلة اللي ممكن نديروها كمثال الفرق بين التوالد الجنسي مع التكاثر الخضري. السؤال ثلاثة، جو كوريج لا فراس سويفونت. إذا أصحح الجملة التالية، La multiplication végétative des plantes est une reproduction sexuée. إذن نشرح لكم هذه. قالك التكاثر الخضري عند النباتات هو تكاثر هو توالد جنسي. إذن ولا هو تكاثر جنسي ولا توالد جنسي. إذن هو توالد ولا تكاثر لا جنسي ماشي جنسي. دونك هاد سيكسيي شنو نردوها؟ اسيكسيي يعني لا جنسي. إذا نكتبوا الجملة كاملة غير هاد سيكسيي غادي نردو بلاصة اسيكسيي ماشي جنسي لا جنسي. إذا لا ميتيبليكاسيون فيجيتاتيف دي بلونت إيت أون روبرودكسيون اسيكسيي. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان، نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجة جديدة من الدروس نقدمه في قناة مع الإله يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللينك ديالها في لابو ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومنتار. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.